غير بين قوسين الخوت، انا فاش شفت هذيك السفاره ديالهم في الرباط، داك الهندسه المعماريه ديالها بانت لي بحال شي قبه ديال شي سيد. ولي عبد العزيز بو حماره، الا بغينا نطلبوا الجزائر، الا بغينا نطلبوا الفيزا خصنا نديو معنا الشجمع ونديو معنا الذبيحه ياك. اجي تحير نهار تديني خد الفيزا. قرب الله الا جاتني مع داك الضارع ديال سيدي موسى في سلا. اي سانتا السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، دعيت لكم جميعا كنحييكم كل واحد باسمي في امكانكم تهزوا الفلوم. بدايه كنتمنى الفيديو هذا يلقاكم بصحه وبعافيه وتكونوا بخير وعلى خير وبصحه مزيانه يا ربي يا كريم. اخوانا اخواتي، اليوم في الصباح درت واحد الفيديو على هذاك المغربي اللي مشى شوهنا اليوم قدام القنصليه ديال القراقيرو في الرباط، اولا السفاره ديال القراقيرو في الرباط، ومشى قال لك شوفوا حكاره سبعه العائلات جايين كيتسناو ياخذوا الفيزا الجزائر، وزحام على الفيزا الجزائر، وحتى واحد وما عمر كان زحام في السفاره الجزائر حتى لهاد المره، حيت المغاربه بغاو يمشيو للجزائر وهذا، وجالس كيحس لهم الكابو ولا اخر. المهم الفيديو راه داتو بعض الاخوان قالوا يا ودي هاد خينا هذا راه دار عليه داك المسمى بونيف داك الوسخ، مشى دار عليه واحد الفيديو وجالس كيسب فيه وكيعير فيه وكيتهم فيه. وانا صراحه دخلت شفت هذوك الفيديوهات رغم انني ما بقيتش كنتبع هذاك الزمر ديال بونيف، واحقر انني نتبعو انسان تافه. وفاش كنتفرج سبحان الله العظيم ما عرفتش واش كاين شي اختراع سميتو اختراع ديال تشم الريحه الكريهه عبر الهاتف ولا شي لعبه. فاش كنشوفو كنتخايل دابا كنشم شي ريحه خانزه في ديك يعني ديك البلاصه فين جالس كتشم ريحه الخنز وبزاف ديال الحوايج. انسان خانز تافه، انسان موسخ حقير، ما يستحقش الانسان انه يتفرج فيه او يتبعه. ف دخلت شفت هاد بونيف هذا شنو كيقول هذاك المغربي، لقيت شد هذاك هاد المغربي هذا اللي جالس كيتبحلس ليهم وجالس كيطبل ليهم وجالس كيزمر ليهم وجالس كيلحس ليهم الكابا ويحس ليهم المؤخره ديالهم، وجاي يضرب مسافه حتى الرباط باش يقول لهم شوفوا راه المغاربه راه شادين الصف باش ياخذوا الفيزا ديالكم ويجيو عندكم. شفت بونيف جاي مرمط به الارض، جاي كيسب فيه وكيعاير فيه وكيبهدل فيه، وصراحة أنا ما رضيتش، أقسم لكم بالله العلي العظيم إلا ما رضيتش أن كيفاش بعض الأغبياء وبعض المدلولين اللي محسوبين علينا هما اللي كيتصرعوا لنا بحال هاد الجراثيم هادو ديال بونيف وغير بونيف، هما اللي كيعطيوهم الفرصة أنهم يسبونا، هما اللي كيعطيوهم الفرصة أنهم يهينونا، هما اللي كيعطيوهم الفرصة أنهم يحلوا دلقوشهم علينا على المغرب. فهاد خينا هذا كون سكت ومشى جلس في دارو، واحد حتى شي واحد ما قال لي سير صور لنا القنصليه ولا صور لنا السفاره وقول راه كاين سبعه العائلات ولا ثمانيه العائلات. دابا فاش جبدت هاد بونيف نيت اجي نشوفوا شنو قال على هاد خينا هاد المدلول هذا، وانا نيت عندي شي كلام بغيت نقوله لبونيف باش يفهموه، باش راه يمكن ما عرفش المغاربه مزيان. سمعوا سمعوا، ماكش انت اللي تلوي ذراع الحكومه الجزائريه بمرتك ولا بولادك، انت كي هما إذا حبوا يقعدوا هنا بقدرهم، راه مريحين هنا راه الجزائرية قاعدة هنا في بلادها حران على الأحرار، عمات عينيها تلحقك، هاي كاينة تونس سهل تحكم تونس من تونس ترجع الجزائر للمروك، تزيد تعاود هذه نتاع افتحوا لي الحدود افتحوا لي اعطوني فيزا باسكو راهي مرتو تما كي انت كي فيزوش. إيه أسيدي مليحة هذه والله غير مليحة، اعطوني الفيزا راهي مرتي تستنى فيا تما لازم تا مرتك هاك نعطي لك انا الدولة كاملة قد سخط دارت قرار قالت بلي ما نفتحش الا ندير لك الفيزا جيت تروي لها ذراعك قول نشوف فيهم دايرين لاشين عند عند القنصلية قال لك نطالبوا الجزائر باه تعطينا الفيزا، الفيزا واحد قال لهم راني متزوج بجزائرية في هذا عنده قناة يسموها مغربي في الجزائر، القناة تاعك غير بدلها الاسم سميها مروكي في المروك خاطر والله ما تدخل، هاي حلفت قلت لك والله ما تدخل، هذا فضلا على ان الدوله الجزائريه هي اللي قررت والله ما تدخل. نزيد انا نزيد نبلغ عليك الفيديو تاعك انا نزيد نعطيه للخارجيه ونعطيه للامن هنايا ونقول لهم ها هو الراه شايقول ما تدخلش، انت توقف عند السفاره وعند القنصليه وتطالب الحكومه الجزائريه باش تعطيك فيزا تعاود ترجع انسى انسى.
شفتو شو البدلولين فين كيوصلونا والله العظيم. غير بين قوسين الخوت انا فاش شفت هذيك السفاره ديالهم في الرباط داك الهندسه المعماريه ديالها بانت لي بحال شي قبه ديال شي سيد. عبد ولي عبد العزيز بوحمارة الا بغينا نطلبوا الجزائر الا بغينا نطلبوا الفيزا خصنا نديو معنا الجمع ونديو معنا الذبيحه ياك. اجي تحير النهار تدير خد الفيزا. قرب الله الا جاتني مع داك الضارع ديال سيدي موسى في سلا. عايز انت اسمع بونيف، الا كنتو فعلا رجال فانا كنتمنى انكم طردوا هذوك المدلولين اللي مازال عايشين عندكم اللي ما فيهم نفس. كنتمنى طردوهم هذوك العشرات اللي مازال عندكم. وحاجه اخرى ابونيف، نتوما على السادين عليكم وعلاش كديروا الفيزات على الناس وكتصعبوا الفيزات؟ ماشي انتوما دوله عظمى ولا كتخافوا الناس يجيو يخدموا ويديو دراهم ولا يعني يتزحموا معاكم في ديك المعيشه اللي نتوما عايشينها ديال الهاي وديال في اي بي؟ لا لا لا، نتوما سادين عليكم لان كتداريو على الفضايح ديالكم، على الكوارث ديالكم، على المصائب ديالكم. ما بغيتوش الناس يجيو يعرفوا ويشوفوا بعين المجرده الحقيقه ديالكم فين نتوما عايشين. اما حنا الحمد لله في المغرب، حنا الحمد لله حنا ما عندنا ما نضركو، حنا ما كنضركو حتى شي حاجه. العالم الحمد لله كامل كيجي للمغرب. مشاكل كاينه، مشاكل كاينه، مشاكل كاينه، مشاكل اجتماعيه، مشاكل اقتصاديه، عادي كسائر اي بلد في العالم. والمغرب الحمد لله ما كيضركش، كيعترف حنا عندنا مشاكل. وهادشي ماشي شغلكم يكون عندنا مشاكل اجتماعيه ولا مشاكل اقتصاديه، نتوما واعرين، نتوما الطوب ديال الطوب ديال الدول. اش دخلكم فينا حنا نكون يكون عندنا الفقر ولا تكون عندنا المجاعه ولا يكون عندنا ما نعرفش البوكليب الاحمر؟ نتوما شنو دخلكم فينا؟ ياك نتوما واعرين وقوه عظمى وقوه ما نعرف شنو، تلهاو بفلسطين اصاحبي، سيروا حروا فلسطين، عاونوا لبنان اصاحبي، عاونوا لبنان بشويه الصويرخات، عاونوا ايران اصاحبي راهو احلى دابا. نتوما مقابليننا حنايا ليل ونهار المروك ديال الفيزا ما نعرف شنو، غدا يقول لك لا دوك الطيور اللي داخلين من المروك خصنا نديروا لهم الفيزا. بزاف اصاحبي، بزاف، ديوها في ريوسكم اصاحبي شويه. راه المغرب صعيب عليكم اصاحبي، انت بولي انت عارف هادشي. شوف المونتاج ديال الفيديوهات ديالك كي دايرين اصاحبي، مخابرات على قدام ما عرفتش دير مونتاج اصاحبي ديال الفيديو. اصحابكم الناس اصاحبي راه ناعسين، جايين كتضحكوا على الشعب تقول لهم لا حقا راه درنا الفيزا حيت المروك كيصيفط الجواسيس ديال الصهاينه اللي عندهم جواز سفر مغربي. يعني الموساد على قدها غبيه لدرجه انها تمشي تجيب واحد مغربي بجواز سفر مغربي باش يتجسس عليكم. وهاي الموساد كاع شنو تجسس عليكم؟ شنو عندكم باش تجسس عليكم الموساد؟ انتم ما كتشكلوا التهديد حتى شي دوله في العالم الا المغرب. شنو؟ فلسطين درتو داك شنو الفم حاضنه المغرب. شنو عندكم؟ ما تعطيو لفلسطين ولا غير فلسطين؟ كنتو رجال اصاحبي سيروا عاونوا فلسطين، عاونوا بشار الاسد اصاحبي، عاونوهم شويه بزاف، الجيش ديالكم شويه عاوني تقاتل نشوفوا اصاحبي. نتوما دائما اصاحبي هاد التيوري النظري النظري النظري، عطيو ورينا شي براكتيك، ورينا شي حرب اصاحبي ولا شي حاجه وريونا، جايين مقابليننا حنايا. ولكن شكون اللي خلى بحال هاد الزمر هادي يحل فمو؟ هما دوك المدلولين ديالنا، المدلولين اللي ما فيهم نفس، كيشوفوا هادشي كله اللي واقع ومازال كيتزلفوا ليهم ويتقربوا ليهم ويدلوا ليهم. عقدة الأجنبي لأن ما مربينش، ما مربينش على الوطنية وعلى الانتماء، ما مربينش على تمغربيت، كيحسوا بحال لأنهم عار يكونوا مغاربة. يعني عار أن تكون مغربي أنت من ديك البلاد، خصك دائما تقلل من البلاد وتنقص من كرامتك باش هذاك البراني يرضى عليك. الله ينعل دين جد أمو الكلب، هاد البراني ولاد البراني الله ينعل دين تصلت دين أصل أمهم الكلب كاملين اللي غادي يرضوا عليا. أنا مغربي، سيروا قراو التاريخ ديال المغرب باش تشوفوا جدودنا كيفاش كانوا، غنجيو حنا ندلوا وهما عايشين تما عندهم مدلولين قاهرينهم بالجوع وبالميزاريه ويمشيو يخدموا وما يخلصوهمش وما عندهمش حق يخرجوا الفلوس وفي الاخر يجيو يطيحوا منا ويصوروا لهم فيديوهات باش يمسحوا لهم مؤخرتهم وفي الاخر يجي هذا الكلب هذا يبقى يسب فينا ويطاول علينا بو سبير ولا بو زمر. ربيو في نفوسكم الانتماء للبلاد. انت مغربي، انت كنتامل ديك الارض، انت اصلك امازيغي مغربي، تكون الشماته بحال هاد الشمايت اللي غادي يشد هذا باش يصور ليا شوفوا راه هكذا وهادي راه ما نعرف شنو. وفي الاخر وهاد المدلولين هادو نيت اللي كيدلوا ليهم كيجيو انا فاش كنهضر كيقول لك بحال زعما ديك اللعبه كيبغيو يعايروني كيقول لك انت
عايش في برا وعايش في المانيا وكتهضر انا عايش في المانيا وكنهضر صافي غير انا اي واحد غادر بلادو مشى لشي بلاد يقرا ولا يخدم صافي راه بلادو خايبه اش هاد المنطق ديالكم نتوما يعني انا مشيت مثلا خليت المغرب مشيت لالمانيا هنا باش نقرا وباش نخدم وباش نطور حياتي صافي انا خصني نسب المغرب ونسب الملك وعلاش راه هما 50000 واحد في النار كيحرق علاش ما كيسبوش بلادهم اش ديما هما تحيه 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 وحنا لا حنا صافي غير الا خوتي المغرب خصك تسب المغرب ما عايش في المغرب خصك لا العالم كله كيهاجر الالمان كيهاجروا كيمشيو سميتو للبلدان الاخرين فرنسا وين كيهاجروا كيمشيو للبلدان الاخرين بلاد كيمشي يقلب يشوف يكتشف حاجه جديده يقدر يطور ما هادشي ما فيها عيب حنا ماشي كنقول لك لا راه المغرب راه جنه ولا المغرب فيه المشاكل ولكن على الاقل الدوله ديالنا كتعترف الدوله ديالنا ما كتكذبش ما كتقولش لك انا راه ما نعرفش شنو الجنه عندنا مشاكل اجتماعيه الدوله ديالنا كتحاول كاين محاولات باش انها يعني تحسن معيشه المواطن وتطور حياه المواطن ونحلوا المشاكل ديالنا وكاين تحسن كنشوفوه كاين تقدم ماشي كلشي خايب في المغرب ماشي كلشي خايب علاش حنا كنعطيو فرصه لهاد الشمايت انهم يطاولوا علينا وانهم يسبونا علاش هو ماشي شغل امو انا مواطن مغربي نمشي نعيش في ثلاث خميس الحنش ما شغلوش هو فيا علاش غادي يدخل فيا غادي يحكم عليا صافي راه انا مشيت عايش في المانيا راه المغرب خايب 8 مليون ديال الاتراك هنايا 8 مليون ديال الاتراك والحب اللي كيحبوه البلاد والله ما كيحبوش يقاوم البلاد بالله ما عمري سمعت شي تركي قال كيسب في تركيا يقول لك واه تركيا ديال ما عطاتني والو انا جيت لهنايا وقراتني الميزانيه في تركيا كتلقى كيموت على بلادو الناس كتهاجر الناس كتهاجر عادي راه نورمال هادشي كاين في العالم كله يعني انا فاش هاجرت من المغرب هذا لا يعني انني راه ما كرهتش بلادي ولكن علاش نتوما كتشوفوا واحد الجانب اخر انا بحال دابا هادو خياتنا اللي كيجي كيقول لك انت راه لاجئ لا انا ماشي لاجئ انا مواطن الماني انا في هاد البلاد مواطن الماني عندي انا مواطن بحالي بحال شولتز بحال ميركل مواطن الماني ها هي عندي الجواز الالماني انا مواطن الماني والالمان فاش عطاتني هاد الجواز دونك انا اولا كنخدم ثانيا مواطن صالح ثالثا ما كنخلص الضرائب اذا المانيا عطاتني هاد الجواز هذا وهاد الجنسيه حتى عرفتني انني انا انسان صالح كون كنت انسان طالح ما ناخذش هذا والمانيا عرفتني انني كنفع بلادها وكنعاون في الاقتصاد ديال بلادها وكنطور في الالمان داكشي علاش عطاتني هاد الجواز هذا اما كون كنت خايب ما يعطيوش ليا دونك ها انا رفعت بقيمه بلادي انا رفعت بقيمه بلادي وكنعتز حتى بهاد الجواز هذا وكنفتخر به لان كل ما كانش هاد الجواز ما يكونش هاد الجواز هذا وبلادي رغم انني خديت هاد الجواز ما تخلاتش عليا بلادي شمايت غير الهضر تيقول لك لا انت لاجئ وانت مشيتي هربان من الجوع انتم كتهربوا يوميا اصاحبي انتم كتحرقوا كتسرقوا السليبات والسوتيامات وداك الشيء شنو ديروا في عنا رجال عندنا زعما حنا ما عارفينش حقيقتكم في الخارجيه الشمات هاد بوني في هاد الزمره دا يبقى يحلف مؤخرته حيت واحد المدلول منا عطاه فرصه تحياتي لكم.